حضرتك فاكر الفيلم اللي كان الأستاذ تحسين قال لك إن إحنا بنعمله؟ طبعا يا فندم، أنتوا ممثلين هايلين وبالذات الأستاذ تحسين. الأستاذ تحسين ده أنا بحبه قوي، ممثل مش معروف وبحبه قوي 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 يعني. وطبعا حضرتك عارف إن كل العيلة اتمسكت عندك. طبعا يا فندم، وبحس الأمني أدركت إنهم بيتمرنوا على أدوار جديدة. وعشان كده حضرتك أنا عايزة أعمل معاك روبورتاج عن المجهودات الجبارة اللي بتبذلها الداخلية في خدمة الوطن. طبعاً ده هنضيفه للفيلم بتاعنا. أنا من الداخلية برضو، ممكن أجي معاكم؟ طبعاً أوف كورس يعني. أهي بتقولك أنت محتاج لي كورس. طيب ينفع أجي دلوقتي وأخد الكورس بعدين؟ على فكرة أنا مرتبي أحسن من أستاذ في الجامعة، وممكن كمان أعكوش لي معيد كده ما فكهوش ولا حلو إلا لما يخلص لي الكورس. طبعا حضرتك تتفضل من غير ما تعكش لنا حد ونشيل ذنبه، حرام. شفت يا فندم العقليات اللي احنا بنتعامل معاها؟ معلش. انت عارف يا فندم ليه اتسمى ظابط؟ ظابط عشان بيظبط كل حاجه يا فندم، بيظبط الامن، بيظبط النظام، بيظبط يعني بيظبط المصالح بتاعته، قصدي مصالح المواطنين الشرفاء. طب والشاويش اتسمى شاويش ليه؟ عشان بيشوش على الجريمة. وفي رواية أخرى المتهمين هو بيضربهم بيقعدوا يقولوا له بشويش بشويش بشويش. أنت درست ده في معهد أمناء الشرطة ولا بتشوش عليا وخلاص؟ لا، دي حاجة اتعلمناها بالممارسة وبنورثها من الأجيال السابقة. لطفك يا رب. طب اتفضل كمل يا حضرة الضابط. يا فندم أنت ما تتصوريش المجهودات الجبارة اللي بيقوم بيها ضابط الشرطة في البلد. يا فندم ضابط الشرطة بيبقى في الشارع ليل مع نهار. تصوري يا فندم هو في الشارع والمواطن تحت المروحة صيفا وتحت اللحاف شتاء. والأنكى من كده يا فندم، الأنكى من كده واللي يغيظك إنه ما بيرضاش ينزل أمه وتحفظ أمنه والاستقرار في البلد. طب ممكن حضرتك تكلمنا عن الجرائم اللي بتعملها، قصدي اللي بتمنعها؟ طبعا يا فندم، ده إحنا بنمنع جرائم جبارة جبارة يا فندم تهز الأمن القومي. يعني مثلا إحنا أول امبارح مسكين 30 بيصفروا، وامبارح مسكين 25 يا فندم بينفخوا بلالين ويطيروها. تخيلي دي مؤامرات تهد الأمن القومي في البلد. تصوري بقى المجهودات اللي بنبذلها عشان نمنع المؤامرات دي، بالذات مجهوداتي أنا يا فندم. ده غير بقى إيه العيال كمان اللي مسكناهم وهم بيلعبوا بكورتين كده مربوطين في دبارة كده عمالين يخبطوها كده. ودول اللي مسكتهم ليه؟ دي يا صاحبي كور سيادة الرئيس. قصدي لا يعني هي مش يعني هو سيادة الرئيس بيمتلك كل حاجه في البلد. يعني انت ليه السيره دي يا فندم؟ ما تعديها، عدي السؤال ده. اكزاكتلي. طب انا عايزه اعرف حاجات عن الاكشن اللي بتعملوه والحركات الكتيره دي. يا فندم اذا كان عليا انا اوريكي احلى اكشن في العالم. ده انت سعادتك تنزلي بس تحت الحجز هتلاقي امناء الشرطه مظبطين المساجين اخر تظبيط يا فندم. الكف كده والشلوط كده يعني يا فندم خناقات احسن من خناقه فندم ومحمد رمضان. لا 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 لا، احنا ما بنضربش الا الاشرار بس. اصله سعادتك منه مطبق بقاله يومين، مش كده هظبطها؟ طبعا كده يا امونه. ايه امونه دي؟ مش دلع ظابط ظبوطه، يبقى دلع امين امونه. صح. واعتقد انه مفيش كلام يتقال عن الماساه اللي كانت فيها مصر في الفتره دي اكتر من كده. يلا اشوفكم في الكبسوله الجايه. ممكن يا فندم اقول كات؟ طبعا اقول كات. كات فركش.